يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا في رمضان يصل قراءته في صلاة التراويح بقراءته بالصلوات الجهرية من أجل أن يختم، ويحمل المصحف في الفريضة، فما حكم عمله ذلك؟ هذا من الكسل، هذا من الكسل، بلغ بهم الكسل إلى أنهم يحسبون قراءة الفريضة من قراءة التراويح، بل يحسبون قراءتهم وهم جالسون يعتبرونها أيضا من قراءة صلاة الليل، وهذا من الجهل ومن الكسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحدثوا محدثات كثيرة في صلاة التراويح وفي التهجد في رمضان، أحدثوا فيها محدثات كثيرة نتيجة إما للجهل والغرور، وإما للكسل والكمول. الواجب على هؤلاء إما أن يتقوا الله ويلتزموا بصلاة التراويح والتهجد كما كان عليه المسلمون في هذه البلاد وغيرها، وإما أن يتركوا إمامة المساجد ولا يعبثوا في الصلاة ويحرموا المصلين من الأجر والثواب في هذه الليالي. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يقوموا بالأمانة التي تحملوها، وإما أن يتركوها لغيرهم. نعم.